امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم، فهل عليها حرج إذا قرأت ذلك في أيام الحيض وهذا يتطلب الاستمرار في العلاج؟ وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل؟ وهل قراءة البقرة وحدها تكفي للعلاج؟ لا أعلم في هذا السنة أن قراءة البقرة كل يوم علاج، وإذا لم ترد السنة بذلك فليس لنا أن نفعل. وعلى هذا فأقول لا تتعالج بقراءة الجمعة بقراءة البقرة كل يوم، إنما تتعالج بما جاء به النص. نعم. تقول حكم الشرع في نظركم في قراءة القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا كان هناك ضرورة كامتحان أو مرض أو غير ذلك؟ لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة، فمثال الحاجة ما تقرأه المرأة من الأوراد القرآنية كآية الكرسي والمعوذتين، وكذلك ما تقرأه المدرسة بل ما تقرأه الطالبة من أجل الامتحان أو غير ذلك. ولا بأس أيضا أن تقرأ القرآن لمصلحة كالمرأة التي تلقن أبناءها أو بناتها وكالمدرسة تلقن البنات، وذلك لأنه لم يكن في السنة أحاديث صحيحة صريحة تمنع الحائض من قراءة القرآن. أما إذا كانت قراءة المرأة قراءة الحائض القرآن لمجرد التعبد به فإن الأولى أن لا تفعل، لأن كثيرا من أهل العلم قالوا بتحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض، فهي إذا تركت القرآن فهي سالمة، ولكنها إن قرأت القرآن فأمرها خطر دائر بين الغن وبين الإثم، والسلامة أولى. وخلافة القول أن قراءة الحائض للقرآن بحاجة أو مصلحة لا بأس به، أما إذا كان مجرد التعبد بذلك فإن الأولى أن لا تقرأ. طيب، تقول نحن في مدرسة وتلقى المحاضرات والاحتفالات ودائما نستفتح بالقرآن الكريم، فقد يطلب مني أن أفتتح لهم أنا بالقرآن علما بأن القراءة تكون بمكبر الصوت ويوجد في الاحتفال أو المحاضرة عدد من الرجال، فهل في هذا إثم؟ وإذا قرأنا القرآن هل صوت المرأة عورة؟ هذا السؤال يتضمن عدة أسئلة. أولا، افتتاح المحاضرات والندوات بالقرآن الكريم، هل هذا من الأمور المشروعة؟ لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع أصحابه كثيرا حين يريد الغزو أو للأمور المهمة التي تعم المسلمين، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح هذه الاجتماعات بشيء من القرآن. لكن لو كانت المحاضرة أو الندوة تشتمل على موضوع معين وأراد أحد أن يقرأ شيئا من الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع ليكون بها افتتاح ذلك الموضوع فإن هذا لا بأس به. وأما اتخاذ افتتاح المحاضرات والندوات بآيات من القرآن دائما كأنها سنة مشروعة فهذا لا ينبغي. المسألة الثانية في هذا السؤال، كون المرأة تقرأ القرآن بمكبر الصوت فيسمعه الناس من قريب ومن بعيد حيث ينتهي مدى صوت هذا المكبر، هذا أمر لا ينبغي، لأن المرأة مأمورة بالتستر والاختفاء عن الرجال، وكونها تعلن صوتها بمكبر الصوت ينافي ذلك. وأما المسألة الثالثة السؤال، فهي هل صوت المرأة عورة؟ والجواب أن صوت المرأة ليس بعورة، فإن النساء كن يأتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسألنه بحضرة الرجال ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان صوتها عورة لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. فصوت المرأة ليس بعورة، لكن لا يجوز للرجل أن يتلذذ به، سواء كان ذلك التلذذ شهوة جنسية أو تلذذ استمتاع وراحة نفس، وإنما يستمع إليها بقدر ما تدعو الحاجة إليه فقط إذا كانت أجنبية منه. تقول في يوم من الأيام كان علينا درس تلاوة قرآن، فجاءها الحيض فقال لها البعض يجوز لك أن تلمسي وتتصفح القرآن في حالة التعميم فقط، وبعضهم قال لا يجوز لك ذلك، فما الصواب في ذلك مأجورين؟ الصواب في ذلك والعلم عند الله عز وجل أنه لا يجوز لمن لم يكن على وضوء أن يمس المسح إلا بحائض. وأما قراءة القرآن للحائض فإنه لا بأس به، لا بأس بها إذا كان المقصود التعليم أو التعلم أو أوراد الصباح أو المساء. وأما إذا كان قصد الحائض من قراءة القرآن التعبد بذلك فإن فيه خلافا بين العلماء، منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه، والاحتياط أن لا تقرأ بالتعبد، لأنها إذا قرأت بالتعبد دار الأمر بين أن تكون آثمة أو مأجورة، ومعلوم أن من الورع أن يترك الإنسان ما يريبه إلى ما لا يريبه. حفظكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تحضر المحاضرات النافعة للتعلم في المسجد إذا أمنت التلويث وتوضأت للتخفيف من الحدث، علما بأن مدة الحيض تتفاوت من امرأة إلى أخرى ولربما فاتها خير كثير؟
لا يحل للمرأة أن تمكث في المسجد وهي حائض سواء لاستماع درس أو غيره. وفي عصرنا هذا لا حاجة إلى أن تمكث في المسجد، لأن مكبرات الصوت والحمد لله تعبر عن كلام المتكلم إلى مدى بعيد، فلتجلس عند الباب عند باب المسجد وتستمع إلى ما شاء. وأما دخول المسجد والمكث فيه فهذا حرام على حرام. قل هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء لمس الكتب أو المجلات التي قد تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية قياسا على تحريم لمس المصحف المصحف؟ الجواب لا يحرم. نعم. لا يحرم عليها ولا على الجنوب ولا على غير المتوضي أن تمس شيئا من الكتب أو المجلات فيه أحاديث أو فيه شيء من كلام الله عز وجل، لأن ذلك ليس بمصحف. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض أن تذهب إلى المسجد إذ يوجد بالمسجد حلقات لتحفيظ القرآن؟ ولقد سألت عدد من العلماء فمنهم من جوز ذلك ومنهم من حرمه، أرجو إفادتكم بارك الله فيكم. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد، فأما مرورها بالمسجد فلا بأس به بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم. وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فهذا لا بأس به. أي لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكئ في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض. وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه لاستماع هذه الأذكار أو القراءة فإن ذلك لا يجوز. ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أن صفية كانت حائضا قال أحابستنا هي، ظن صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. نعم. بارك الله فيكم.